Okay. التيم الكندي ده هو يعني عبارة عن كل أفراد التيم كل المتبرعين كعمل خيري وطوعي. والقصة هي بدأت لما كان في طفلة صغيرة كان عندها مشكلة في القلب في الكهربائية بتاعت القلب وكان محتاجة بتاع التغيير بتاعت البطارية بتاعتها. وللأسف كانوا هم عاوزين يسفروا الطفلة دي لبر الهند و يعني اتصلوا عليه قالوا دايرين نسافر الطفلة دي للهند ودايرين كانوا يسافروا برا والعملية بتكلف أقل حاجة $10,000. طبعا بالنسبة للأسر دي كانت حاجة هي مكلفة جدا جدا ما حاجة بسيطة يعني. فأنا كنت استغربت يعني إنه عملية بتاخد كلها 3 دقائق تفتح هنا ده بتطلع البطارية وتغيرها ترجع البطارية تاني إنه دايرين يسافروا للهند. فأنا قلت يعني سبحان الله كيف ما بتسوي العملية دي في السودان يعني. فبقيت اتصل على الناس يا جماعة يا أخي كذا نشوف هل بتسوي في السودان نحاول نشوف يعني أصدقائنا إنهم سووها هنا. في الاثناء دي الطفله يعني قدر الله انه الطفله توفت فانا تاثرت جدا جدا. أصحابي في المستشفى في كندا هناك وقلت لهم يا جماعة كيف نحن عندنا عملية بتاخد كلها 5 دقائق الناس بيموتوا وكذا يعني. فقلت لهم يا أخي ممكن نمشي هناك نعمل العمليات دي ونساعدهم. فكلهم رحبوا يعني من هنا بدأت الفكرة. كل الناس بيقولوا خلاص دايرين نمشي دايرين نمشي. وبعد ذاك أصبحت الناس كله التيم بقى يتكون يعني من الأخصائيين بتاع القسطرة أخصائيين بتاعنا القلب والأخصائيين بتاع والممرضات. والحمد لله بعد ذاك دي الزيارة الثالثة بالنسبة لنا يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا زمان كان العمليات بتاعت القلب دي عمليات بتكون معقدة وصعبة وزول زمان لما يحكوا لي يقول لي يا اخي عندك مشكلة في القلب كان بيمشي بيعمل بيفرش والناس كلهم يقعدوا يبكوا هنا لأنه كان العمليات نادرة وعمليات صعبة. لكن الآن العمليات بقت أصبحت عمليات سهلة. هي فعلا الآن الحين عندنا مشكلة بالنسبة لعمليات الأطفال لكن عمليات القلب عموما أصبحت عمليات سهلة وعمليات تجرى بكل سهولة يعني الحمد لله رب العالمين يعني.
أربع سنة بيرقد هنا بالعناية في العنبر هنا كتير يعني رقد. بيجيوا الالتهاب ده بيضعف شديد كان لما يجيوا الالتهاب. بنرقد بيه هنا هم بيزعفوه طبعا بينقص الأكسجين بتاعه كده. يلا هم معتمدين على الوفود اللي بتجي من برا دي الحمد لله. السنة اللي فاتت جينا الكنديين ديل ذاته قابلنا عاينوا الكندي ده لكن كان شاك في انه في الشريان فيه مشكلة. قام عمل لنا صورة بتاعت سراين دقيقة. لما مشينا عملنا الصورة هم الزمن حقه كان ضيق. لما جبنا الصورة بعد 4 أيام هو كان خلاص خلص وكان مسافر. يلا هو على الطيارة يعني شاف الصورة هو ما قدر يعمل لنا العملية من السنة اللي فاتت. يعني هو 4 سنة نحن يعني مستنيين العملية ما سهلت من 2 شهر يعني. الحمد لله المرة دي جهن وزمنهم كان كافي الحمد لله وشاف الصورة السنة فاتت وتابعوا شديد طبعا وقام قرر انه يعمل العملية. الحمد لله عمل له وقال تمت بنجاح. لكن طبعا المعاناة شديدة بتاعت الأطفال اللي عندهم مشاكل في القلب. مجرد يعني بيبتدي انا يعني حاسس بتعبه يعني تيب كتير وبانه يعني كيف نحس لمرحله الثمن كيف الطفل ده مثلا ايام كيف هو عشان نحاول انه طبعا نخش لعلاجاته وكده. المهم حاولنا له يعني حولونا من يعني حولونا سلاح الطبي درمان من سلاح الطبي هو حولونا مثلا القلب هنا مركز القلب السودان دي. المهم وقفوا معانا والمهم زي ما قال حصلنا للنتيجه وان شاء الله زي ما قال شنو نجا يعني عمليه لغايه ما قالوا في وفدي ما وفدي ان شاء الله وفدي حصلت بالسلامه وجينا كملنا الاجراءات بالسلامه وتمت عمليته يعني جزاهم الله خير يعني ما قصروا. الحاجات بتمنى انت تشوفه بكل صحه وتدعي له بالصحه والعافيه. ونشكر يعني وفد الكندي على دعم المستشفى ربنا يصحه والعافيه. الحمد لله ماشي على احسن ولا خير ان شاء الله. ومغرات كويس طايره. خلاص الحمد لله. واشكر الوفد الكندا واشكر الدكتور اسراف واشكركم كلكم انتم الاهل والاخوان. الحمد لله سويت لنا العمليه لما صايمه دخلونا الغرفه تحت جاني المصري والهندي سلام عليكم طلعت معاه دكتور محمد قال لي ولا محمد احمد دي عمليتها في خطوره. قلت له كل شيء بيد الله. السويله بتاعتها قال لي ما نزلت. قلت له كل شيء بيد الله. اما تموت اما تعيش. كان لما قال كده قلبي رجف منا اما تموت اما تعيش. قلت له الروح دي مش فيه؟ قال يا الدكتور شنو قال لي الدم؟ قلت له الدم ما عندكم بس هي لما سوي لها العمليه ربنا استحى فيها عندكم. قال لي انت اتوكلت بشنو؟ قلت له بالله كده ازعل ولا؟ الدكتور قال لك انت توكلت بشنو؟ لا لا قال لك العمليه قال لي عملتها بيد الله. قلت له قالت لك الطفله بيد الله انا ذاتي متوكله بيد الله. يعني خلاص لما ليش ولا مني قاعده اقول يا ولد اضحك عشان هاي الشهوه دي وقالت لها الاخلاص قارتها معاي ولا وشهوه تهت بتي على لا قالت لي وعديني يا امي ما تبكي. قلت لها والله انا اوعدتك ما ببكي والله سوا قام مني لا دمعتي جرت لا رجفت الحمد لله بس مصبره حسب وعدتها وبايمانها هي دخلت بها على ايمانها وانا وعلى الله الحمد لله وما قصر من الولد الكندي وكل الدكاتره وقفوا معنا ما لقتنا صعوبه الحمد لله احمد الله واشكره.